رابع نقطة هنتكلم فيها وهي الشيطان ازاي بيكرهك في الاستقامة وبيخليكش تاخد الخطوة. انا هبدأ وبعدين اسيب صحابي، طب ازاي هقدر اسيب قعدة القهوة؟ بعدين انا ما اقدرش اعيش من غير صحابي، ما اقدرش اعيش من غير سجاير، ما اقدرش اعيش بعيد عنهم، وازاي وتقول لي بطل اغاني بقى، وتقول لي روح اقعد في الجامع، وتقول لي طب لا الكلام ده كله ما ينفعش معايا خالص، انا عايز اقعد استمتع كده، ده ربنا خلقنا عشان نستمتع، ده ربنا جميل بيحب الجمال، ربنا عايزك كده تكون مستمتع كده وكيفك حلو. فازاي اسيب الحاجات دي؟ ولا الحاجات دي صعبه جدا ان انا اسيب حياتي اللي انا اتعودت عليها 30 سنه دي وعايز نبدا حياه جديده، ما اعرفش في الاخر كمان مصيري هيكون فيها ايه. انا ممكن اسيب اي حاجه عشان ربنا. بص انا ممكن اسيب صحابي مش مشكله، اسيب الدنيا كلها، اسيب اهلي، اسيب بلدي، بس لو اي حاجه هتبعدني عن ربنا مش مهم، لا المهم ارجع لربنا. انا بحب ربنا اصلا، انا عايش ليه؟ انا غرضي في الدنيا دي كلها ربنا، ده احنا عايشين اصلا عشان نرضيه وعشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا ويدخلنا الجنه.